نحن نعاني وأهلنا يعانون، أخواتنا يموتن في المستشفيات لم يجد علاجا لهم، وأبناؤنا يموتون ونحن مشردون، وأموالنا من الدولة التشادية تهرب إلى دول الجوار، منها دعما في سنتر أفريق ومالي والمرتزقة الذين جلبهم من السودان. دابي أرحم يا شباب، أين احترامنا وشرفنا الذي هلكه دابي وفجغته الدولة الفرنسية؟ أهانت أمتنا التشادية، فأين نحن من هذا؟ أخواتنا يعانى في المستشفيات، دابي هلك العالم، هلك الأمة التشادية، هلك الشعب التشادي، جعله فريسة يعيش فيها في الدول الأوروبية، فأين نحن من هذا؟ نتحدث ونقول نحن رجال، اتفقوا يا إخوتنا، اتفقوا يا شباب، اتفقوا يا أمة التشادية، فنحن ضعنا وضع أهلنا وأخواتنا وأبناؤنا، فنحن شردنا، والدولة التشادية الآن صارت أفسد دولة في الأرض، دولة لم يكن لها قانون، ولا دولة لم يكن لها أمن واستقرار. فأين نحن من هذا يا شباب؟ أموالنا تهرب إلى سنتر أفريق يقتل بها إخوتنا هناك، وأموالنا تهرب إلى مالي، بيننا وبينها عدد من الدول، فما نحن بهذا؟ ونحن نعاني من الفقر الحاد، نحفر النمل حتى نتعشى، وأهله ومن معه يتعالجون في أمريكا وينامون في القصور، ونحن ننام تحت الحفر. ما نحن يا شباب؟ توحدوا يا شباب، جاءت الآن ضاعت، وتريد شبابا أن يقف وقفة رجل واحد، أن يخرجوها من هذا العدوان، أنه ديبي عدوان ومن معه عدوان، هذا عدوان، ليس حاكم للشعب التشادي يريد له التنمية والاستقرار والأمن، والشعب يعيش حرا أبيا مثل الشعوب التي تعيش. انظروا إلى الشعب الفرنسي الآن، وفرنسا التي تتدخل في بلادنا تشاد، تتدخل بعد من الستينات وحتى الآن سرقت كل ما نملكه من الأرض، الآن تريد أن تسرقنا من الأرض، ومعها ديبي ومرتزقته التي جلبها من كل مكان كان. يا شباب، ديبي أرحل وسيرحل، وبإذن الله يرحل، نحن شعب واحد، شباب ورجال ونساء، نقف وقفة رجل واحد لهذا العدوان الفاسد الذي هلكنا وهلك أمتنا التشادية. فأين نحن نعيش يا شباب؟ الآن حربنا مع إدريس ديبي إتنا ومن معه، الآن سنقف مع الشعب التشادي مهما كان، لو اجتمعت السماوات والأرض فنحن نقف مع شعبنا ونحارب عن دولتنا التشادية، ليس بالسلاح وأنها بالديمقراطية، ونحن أهل الديمقراطية، والسلاح جبرنا فيه ازدابي إتنا ومن معه، والدولة الفرنسية التي تساعده بالطائرات، فما بالكم نحن يا شباب أن نتفق وقفة رجل واحد، وأن نخرج الدولة التشادية من الإنقاذ، أن ننقذوها الآن قبل قدم. والسلام عليكم. وتشاد، تشاد ديبي يرحل منها، وتصدر دولة ديمقراطية لكل شعب تشادي، لا فيها قبيلة ولا فيها عرق ولا فيها أي كائن يكون، يكون شعب تشادي هو الذي يقرر ويحكم وينفذ. فنحن شعب تشاد، شعب مصطاف، شعب أجواد، شعب يريد الحرية والديمقراطية، وعانينا الكثير، والآن لا نعانوا، فلنا شباب، والشباب سيكافئون ويقفون مع شعب تشاد المنكوب الذي نكبه إدريس ديبي إتنا ومن معه. وشكرا للجميع، ويرحل ديبي بإذن الله، ديبي أرحل وسترحل، وشكرا للجميع. السلام عليكم ورحمة الله.